محتاج ان شاء طيب الله. احنا بدأنا نسيب التليفونات ومعانا اول تليفون ونقول الو. الو، الو، ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ممكن بعد اذنك الدكتور، الدكتور نبيل معاك، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا بيك. حضرتك جهاز المناعة اللي تعبان، البرد بقى بيأثر عليه في ايه؟ اللي تعبان اصلا جهاز مناعة فيه مشكلة يعني؟ جهاز المناعة ضعيف جدا. مش عرفك. ما طب خصوصا مرضى ال اتش بي. تمام. طيب احنا لما بيكون جهاز المناعة ضعيف يبقى احنا لازم، مهم جدا اللي انا قلت دوت، اولا الخروج من المكان الدافي للمكان الساقع زي ما قلت، لازم الكوفية، ونقفل منطقة الفم والانف، وتاكل خضروات طازة كتير، وتاكل فواكه طازة كتير، يعني حاجات طازة مش عايزين الحاجات المحفوظة، وفي نفس الوقت يعني حاول بقدر رياضة، وناخد بروتينات بقدر كافي، لازم ناخد بروتينات برضو بقدر كافي، وفي نفس الوقت ان احنا بقدر المستطاع نتجنب التواجد مع اي حد يكون عنده برد او عنده كحة او بيعطس او يكحكح قدامك، مهم جدا. ومثلا كل واحد برضو نتبع العادات الصحية السليمة، كل واحد يبقى ليه فوطة خاصة بيه وحاجاته الادوات الخاصة بيه. هل في أدوية تقوي طبعا في، المناعة؟ طبعا في، لكن اللي انا عايز اقوله والله يا دكتور مصطفى، الحاجات الطبيعية دي اهم من اي حاجة. يعني انا لو ده فيها فيتامين سي قد البرتقال 15 مره، واخد والله لو اكل خضروات طازه، خيار وجزر وطماطم وفلفل، ولا دي في حاجات هايله جدا وده بينعكس على الجهاز على المناعي على طول، طول يرفع يعني. كفاءه الجهاز المناعي، يعمل رياضه برضو، يعني برضو في نفس الوقت يشرب سوائل دافيه كتير، الحاجات دي كلها، زائد ان انا فعلا مفيش حاجه اسمها واحد يجي يعطس قدام راجل، يعني عموما ده المفروض، ما بالك بقى اللي يكون الجهاز المناعي بتاعه تمام. في طبعا حاجة فيه مهمة مشكله. طبعا برضو، الرضا بقى، طبعا الرضا النفسي ده، طبعا لأن ده بيعمل توازن في الجهاز طبعا المناعي، لأنه طبعا الكيمياء طبعا، بتتوتر مفيش وتتعب. فيها كلام، مفيش فيها كلام. دي نقطة مهمة. الاستقرار النفسي طبعا، والاستقرار النفسي ده يتأتى بقربنا إلى الله، يعني لأن ونعم ده بالله طبعا. لا يتأتى من أي حاجة تانية غير بالقرب إلى الله، واخد حضرتك، فهيبقى دايما والقرآن راضي حسمها، ألا الصلاة بذكر والرضا، الله تطمئن تطمئن القلوب. القلوب، مفيش فيها كلام، تمام. مفيش فيها كلام. طيب